الحقيقة أنا يعني مش عارفة أعبر عن شكري للزملاء الأعزاء دكتور بدوي، دكتور هشام، دكتور عبد المليك، دكتور عبد المحسن. المؤتمر مش بس ساينتفك كونتنت، الحقيقة المؤتمر ساينتفك كونتنت وروح حلوة وفاميلي اتموسفير، ويعني متهيألي كل ده موجود في المؤتمر النهاردة. الحقيقة أنا معاكم من المؤتمر الأول والمؤتمر الثاني، وكنت خايفة ما تعزمونيش. مبروك وعقبال كل سنة، ومن نجاح لنجاح إن شاء الله، ودايما متميزين. I'm honored to introduce أستاذتنا كلنا، أيقونة البيدياتريك نيورولوجي، الأستاذة الدكتورة سحر حسنين، who is going to talk about acute demyelinating disorders. اتفضلي يا فندم. شكرا دكتوره شيرين، يعني شرف ليا ان ابقى موجوده مع اخواتي. والحقيقه انا اعرف الدكتور هشام علي من 2001، وهو اخ عزيز عليا، وببقى سعيده جدا. انا باجي مخصوص، هو عارف ان انا ما كنتش عايزه اجي النهارده، بس جاي مخصوص عشان خاطر هشام الحقيقه. يعني هنتكلم بسرعه ان شاء الله يا رب يبقوا 5 دقائق، علشان انا عارفه انكم تعبتوا. احنا ممكن نعالج من غير ما نعرف التشخيص؟ امال ليه احنا بنعالج من غير ما نعرف التشخيص في كثير من الاحيان للاسف الشديد؟ ده اللي انا لاحظته في الفتره الاخيره، ان بقى في علاج من غير ما نشخص، وده يعني حاجه وحشه. انا بحب الزرع قوي، وده الزرع اللي انا بموته كل شويه، الاقيه بيدبل، اقعد اديله ميه، الاقيه بيدبل اديله ميه، هو طلع ان هو الميه كتير بتعفن الجذور. فاتعلمت ده بعد فين بالظبط، بوظت كتير لغايه لما اتعلمت، بس اتعلمت دلوقتي انا لازم اشخص الاول قبل ما اعالج. رجاء، احنا قلنا العنوان acute demyelinating disease، هو حلو قوي لو انا جاي اقول لك العيان ده ادم، لو سمحت عالجه، سهل قوي صح، انا هاخده بديك تشخيص. وده للاسف اللي مش موجود الشطاره، ان انا هشخص العيان الاول. عايزين كلينيكال ابروتش، لان برضو احنا في الفتره الاخيره لاحظت جدا النواب اللي كانوا حاضرين معانا وخرجوا، خدوا الهدايا وخرجوا، بقوا بيعالجوا من غير ما نشخص، ما بنهتمش بالكلينيكال سكيلز، مع ان هي للاسف يعني هي اهم حاجه في الدكتور. انا مقتنعه، عايزين نرجع تاني، الدكتور هو كلينيشن، يعني بيعرف ياخد هيستوري ويعمل اكزامينيشن. لو مش ده موجود تاكد انت مش دكتور. اي واحد دلوقتي، الناس العيانين بقوا بيفتحوا النت ويدوا لك العلاج، بس انت اللي هتشخص العيان مش هم. تمام. ديمالينيشن، يبقى اي تكسير هيحصل في المايلين شيز ده ديمالينيتنج ديزيز. في اسباب كتيره قوي، مش الجروب اللي احنا عارفينه لوحده اللي هو الاميون ميديتد، لا ده الانفكشن هيعمل لي ديمالينيشن، جرانولوميتاس ديزيز هيعمل لي ديمالينيشن، في مايلين ديس اوردر اللي هي الكرونيك اللي هي الهيريديتري هتعمل لي ديمالينيشن، والتوكسيك ميتابوليك، وشفنا حاجات بتبقى ليوكو انكفالوباسي وريفرسبل. طيب مين اللي هيساعدني في الكلام ده كله عشان اقول دي مالينيتنج ديزيز؟ هوصلها ازاي؟ راديولوجي. عشان كده مهم قوي الكوميونيكيشن مع الجماعه بتوع الراديولوجي، من غيرهم مش هنشخص الدي مالينيتنج ديزيز او معظم السي ان اس ديزيز. ايه هو التشخيص بتاعي؟ اكواير اكيوت دي مالينيتنج سيندرومز، لازم يبقى فيه اكيوت نيورولوجيكال ايلنس بيرزيستنج فور ات ليست 24 اورز. تمام؟ 24 ساعه. Involving mean optic nerve, brain, spinal cord. The optic nerve, أنا بحط خطوط كثيرة قوي قوي قوي، لأن إحنا فعلًا missing the optic nerve. ما بنشخصوش. يعني أنا لسه من أسبوع جاي لي طفل اشتكى شكوى غريبة، هو 7 سنين، مامته بتقول إنه بقاله 3 شهور يعني بيشوف كويس، بس في حتة كده لو بيبص على إعلان أو التلفزيون يقولها الحتة دي أنا مش شايفها كويس، مش واضحة. احنا كلنا هنقول ده بيدلع، طب بص هنا ارى لي اللي على السكرين، انما هو بالفعل عنده ايه؟ اوبتيك نيورايتس. تمام. وي ار ميسنج ا لوت اوف كيسز، بحاجه بسيطه ويروح للرمد يقول له لا ده بيشوف كويس، ويجي لنا انا دكتور اطفال ماليش دعوه. لا، لو سمحتوا ركزوا قوي، مش مجرد ان هو الفيجوال اكيوتي اللي احنا متعلمينها، ده ممكن الكالر فيجن ما يشوفش حتت كده في الصوره مش واضحه، ما عديهاش، هو الطفل متخيل ان هو مش عارف يعبر ان دي حاجه مهمه، دي حاجه خطيره مش عاديه خالص. يبقى كلينيكال، انا بتكلم على اكيوت كلينيكال سيندروم. مين فيكم بيقعد في الاستقبال
هو مش كل الحالات اللي بتجيلكم في الاستقبال هي acute neurological illness. العيان جاي بيتشنج، العيان جاي كوماتوز او disturbed conscious، عمال يعيط ومش عارفين ليه، ما هو كله acute neurological illness. مين في دول هقول عليه ان هو demyelinating disease؟ هعتمد على ايه؟ هو يجيلي في الاستقبال زيه زي اي حاجه جاي في الاستقبال. للاسف الشديد لازم يبقى associated imaging finding T2 weighted image increased signal intensity. يبقى انا محتاجه جدا جدا لو ما عنديش راديولوجي للاسف الشديد مش هشخص الحالات. ده الاكيوت نيورولوجيكال سيندروم اللي كلنا بنشوفه في الاستقبال، ما بيخرجش عن convulsion, headache, unconscious او disturbed conscious level, abnormal ان هو جاي باكيوت ويكنس او disturbed gait, visual affection, dizziness and vertigo. كلنا بنشوف الكلام ده في الاستقبال، واحنا اتكلمنا الدكتور هشام كلمنا عن المنينجايتس وسمعنا كل الديزيز اللي اتقالت النهارده هتعمل لي المانيفيستيشنز دي. يبقى اول طفل هيجي لي بمشكله في المشي مش بس ويكنس، ودايما بنبه على الولاد لما يقولوا لي في حاله جاي باكيوت ويكنس، طب بيرفسكم هو نايم لما تكشفوا عليه؟ اه مش ويكنس اصلا. خلوا بالكم برضو من هما مسليدنج اس لما بيبلغونا بالحاله، بيقول العيان جاي باكيوت ده جي بي اس ونجري نجهز الاي دي اي جي. طب وانت بتكشف عليه هو وهو مش قادر يقف، اه بس هو نايم، بيجي تلمسه بيرفسك خلاص مش ويك اصلا، دور بقى على اي حاجه ثانيه سيريبيلر او عنده فيرتايجو او حاجه. يبقى اول حاجه لو انا قلت ان العيان ده جاي بويكنس او ابنورمال جيت، ثاني حاجه ليفل اوف كونشس مهم جدا. نورمال انا همشي في سكه، لو ابنورمال انا يهمني قوي السبب الكوما ايه. الكلام اللي قلناه دلوقتي نلخصه، الساينز اوف انفكشن، كل الكلام اللي اتقال بروزنسكينك ساين وساينز اوف مينينجال اريتيشن، لو سمحت بقى اعمل لامبر بانكشر واكسكلود الانفكشن لان لازم ابتدي تريتمنت. والدكتور هشام سالنا سؤال ابتدي الانتي بايوتيك واعمل الباقي على مهلك في امرجنسي، تمام؟ طيب لو هو ما عندوش ساينز اوف مينينجال اريتيشن ابتدي اعمل ام ار اي لان هيبقى في ديفرنشال دايجنوزس كبير. لو انا شاكك في ستروك، والدكتور عبد الستار هيكلمنا على الستروك، ده emergency خلال 4 ساعات لازم اعمل MRI stroke protocol لان ممكن اعمله management وامنع الهانديكاب early. خلال 4 ساعات بحتاج برضو راديولوجي، دي مشكلتنا في الاكيوت نيورولوجيكال emergencies. لو انا عندي signs of myelopathy هنعرف ايه هي، هبتدي اتوجه ان ده spinal cord affection، برضو هحتاج للاسف برضو راديولوجي. يبقى mental status exclude infection، ابتدي اكسكلود سباينال كورد سيندرومز لان دي مهمه جدا، وهيتبقى لنا بقى ناخدها ستيب باي ستيب. هل السي بي كي عالي عشان اقول ده مايوسايتس؟ وبنشوف حالات كتير اليومين دول. هل العيان ده اكيوت اونست هيمبليجيا او فوكال ساينز؟ ادور على الستروك وبسرعه عشان اعمل مانجمنت. فلكتويتنج ويكنس، يعني هنمشي بقى مع اللور موتور نيرون ستيب باي ستيب لغايه لما اوصل الجوان بري ونجهز بقى الاي دي اي جي. الخناقه بتاعت كل مره. يبقى كوما، بنقول كوما ويز فوكال ساينز واكسكلود الحاجات الامرجنسي. انا اخر حاجه هو اللي بنتكلم عليه ده الاكيوت ديمالينيتنج سيندروم، مش امرجنسي في اول لحظات ساعات يعني، وانما هو امرجنسي. يلي كوما ويزاوت فوكال ساين بس ويز مينينجال اريتيشن، وده الكلام يعني خلاص اتقال. كوما ويزاوت فوكال ويزاوت مينينجال اريتيشن، لازم بقى الهيستوري مهم جدا هنا هيساعدني ايه اللي حصل بالظبط العيان قبلها، وما ننساش نقيس البلاد بريشر، وما ننساش نقيس البلاد جلوكوز لو سمحتوا. نبص كلرز ونشم، ننساش دي كي ايه. في طفل قعد مده قاعد عمال بول يوريا والام جابته ديستيرب كونشس ليه؟ ما حدش واخد باله. بقول لها ده ريحه استون، قالت لي لا 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 ما عندوش حاجه، انا كنت عند الدكتور ما حدش قال لي حاجه، وطلع ان هو دي كي ايه. نتعود نشم اي حاجه غريبه او نبص على اي حاجه غريبه. كل العيانين لازم هيتعمل سي بي سي والكترولايز والجلوكوز وبريفرنس مير نيورو ايمجنج في معظم الحالات. اكيوت نيورولوجيكال بريزنتيشن في الاطفال اتيز راديولوجيكال ايمرجنسي، لازم ابعته على طول يعمل نيورو ايمجنج. ودي كانت الخناقه اليوميه مع بتوع الراديولوجي ان ما نعملش ام ار اي، ما فيش حاجه عاجله، لغايه لما وصلوا الاقتناع ان انا اقول لهم عندي عيان جاي في الاستقبال بكونفرجن او بديستيرب كونشس او بفوكال مانيفيستيشن، ايميديت هنعمل ام ار اي. وصلنا لده دلوقتي الحمد لله، وبالتالي عندكم في ام ار اي ونقدر نتفق مع الراديولوجي ان ده امرجنسي باث واي. نيورو ايمجنج سي سي اف اناليسيس اي اي جي، والاوتو اميون بقى ورك اب، وده الموضه الجديده بعد الكوفيد.
اصبح عندنا كل الحالات بنيجي سسبكتنج لاي دي مالينيتنج ليجن في الام ار اي بنجري على طول. بقت معروفه البانل بتاع الاوتو اميون ديزيز بانل فعلا سي اس اف بانل وسيرم بانل وبيتعمل فعلا وثمنه بقى رخيص وافيلبل دلوقتي. بنعمل سي تي اللي هو نون كونتراست سي تي من غير صبغه عشان الهيموريدج نمره واحد اكسكلود. نمره اثنين انا شاكك ان في ستروك ومش عارف اعمل حاجه ممكن اعمل سي تي اي. طبعا الام ار اي افضلهم ما بعرفش العيان الاشعه بس طبعا بيحتاج تخدير فبيبقى مشكله. على الاقل اكسكلود ان العيان ده عنده هيدروكيفلس او عنده برين ابسس وعامل كومبريشن لان ده امرجنسي. دي بقى الكلام النظري اللي موجود في كل مكان ان انا عندي الاكيوت دي مالينيتنج سيندرومز اللي هو اوتو اميون في مونوفيزك وفي مالتي فيزك. احنا في الاطفال زمان كنا بنقول العيان اللي بيجي له اي حاجه اوتو اميون دي بسيطه قوي جي بي اس هي مرايه وهيخف. الموضوع ما بقاش مرايه دلوقتي بنسمع ان العيان جاله اتاك بعدها رجع لنا تاني باتاك تانيه. يبقى مونوفيزك بنتكلم على ادم يبقى ده معايا لازم يبقى فيه ديستورب كونشس ليفل هيتحسن خلال 3 شهور مش هيحصل له اتاكس تانيه ده المونوفيزك. مالتي فيزك لا ده هيجي له اتاكس وديسيمينيتد في التايم وبعد 3 شهور هيجي له اتاك تانيه اوبتيك نيورايتس ويخف ويظهر له حاجه تانيه ده المالتي فيزك ديزيزز. ودخلنا بقى في ايه في الموضه بتاعه الانتي موج والانتي اكوا بورين انتي بوديز حاجات بنعملها وليها فاليو في البروجنوزس. يبقى اول حاجه قلناها انا قلتها لان لقيت حالات فعلا واحنا ميسنج الحالات دي. اي عيان بيشتكي من اوبتيك بين في عينيه اوكيلار بين او ديستربنس في الفيجنز او شكل الصوره مش اللي هو متعود عليها الصوره منبعجه شكلها غريب او الالوان مش مظبوطه في الحاله دي يا ريت تبعت للرمد وتقول له انا شاكك في اوبتيك نيورايتس لان للاسف الشديد بيروح الدكتور الرمد هو عمل له فيجوال اكيوتي وعمل له نظاره وقال لها ما عندوش حاجه. لما عدنا تاني طلع فيه بابلايتس في انفلاميشن في الاوبتيك نيرف. هنطلب ايه لما يحصل كده؟ يبقى احنا عندنا اكيوت يعني خلال لو حصل اي حاجه اكيوت عندنا الانست والكورس والديوريشن في النيورولوجي بيساوي الباثولوجي. اكيوت يعني بنتكلم على فيو مينتس تو اورز. ايه اللي يعمل لي ليجن بالسرعه دي؟ يعني وانا واقفه دلوقتي حصل لي حاجه ايه اللي يعملها؟ هتبقى فاسكولار تمام؟ طيب سب اكيوت يبقى انا بتكلم على ان انا ويزين دايز بيحصل ده الجزء اللي احنا بنتكلم عليه دي مالينيتنج ديزيز. طب على شهور انا بتكلم على حاجه كرونيك بروجريسيف يا فكر بقى في تيومرز الحاجات اللي هي عماله شغاله او نيوروجينيراتيف بالنسبه لنا. الجروب اللي احنا هنقول عليه اللي هو السب اكيوت اونست وزين اللي هو هيوصل للماكسيمم بتاعه وزين دايز بنعمل ام ار اي وبنطلب غالبا لو انا لقيت اوبتيك نيورايتس بنطلب ام ار اي اوبتيك نيرف برين سباينال كورد ويز كونتراست. يعني لازم اطلبهم الثلاثه يا ريت من الاول عشان لو لقيت اي ليجنز ثانيه الموضوع مش هيبقى اوبتيك نيورايتس هيبقى اذر ديزيز. ده اهو الجادورينيوم انهانسمنت في الاوبتيك نيرف البوستيريور بات في الكايازما. وفي حاجه بقى طفل جاي بفوميتنج مش جاسترونترايتس لان احنا بنسمعها كتير قوي جيب جاسترونترايتس وبعدها دخل في ديستورب كونشس ولما عملنا الام ار اي لقينا ان في ديمالينيشن. هو دي الاريا بوستريما ديمالينيشن اللي هي اللي كنا زمان بنقول الكيمو ريسبتور تريجر زون انفلاميشن فيها العيان بيجي بايه فوميتنج هيكف عنده صغطه ما نعديهاش لان احنا كتير قوي بسمعها وهم بيقدموا الحالات الولد ده جيب جاسترونترايتس وادينا له مش عارفه ايه وعالجنا وبعدها بقى عملنا الام ار اي لان احنا ما بنتعملش بسرعه لقينا ان في ديمالينيشن في البرين ستام او في الاريا بوستريما ده دايجنوستيك للنيورومايلايتس اوبتيكا. فبرضو مش مهم السندرومات بس المهم ان انا تو بيك اب الكيسز. مهم قوي السباينال كورد سندروم اللي معقدنا في حياتنا. العيان جاي ب سنسوري افكشن طبعا على حسب بقى الليفل واذا كان موتور وبين سنسيشن. الحته اللي دايما بنعديها على فكره في الاطفال اللي هو الديب سنسيشن. دكتور عبد الستار موافقني احنا كل الاطفال بنقدر نعمل البين سنسيشن ونعمله اسسمنت
الديب سنسيشن والكورتيكال سنسيشن ما بنعرفش. الولد مش قادر يقف، طب وهو مغمض عينيه هيقع لان هو معتمد على الفيجن بتاعه بس مش حاسس بالارض. لو حد فاكر عبد الفتاح القصري في الافلام بتاعته كان بيمشي دب عشان هو ما عندوش الديب سنسيشن. تمام، فعايزين نعرف لو حد بقى بريزنتنج بسباينال كورد، اتفقنا اكيوت ده الانفاركشن او حاجه الفاسكولار او تروما او حصل هيموريج جوه ايدي مالفورميشن، دي هتكسر بسرعه وزين مينتس. السب اكيوت هو ده اللي احنا بنتكلم عليه دي مايلينيشن بتاعنا، والكرونيك ان احنا بنتكلم على تيومرز. تمام، يبقى السب اكيوت يبقى ترانسفيرس مايلايتس انفلاميشن، لو معاه بقى اوبتيك نيرف افكشن انا خرجت لاذر سيندرومز مش هتفرق معايا كتير غير في البروجنوزس، بس في المانجمنت المبدئي انا ممكن اعمل نفس المانجمنت في الاول. تمام، الام ار اي بقى هيساعدني في ايه؟ هيقول لي ده واخد قد ايه من السباينال كورد، لان مش كل حاجه زي بعضها. ترانسفيرس مايلايتس بياخد جزء كبير من السباينال كورد، عشان كده هو بيجي لي كانك عامل ترانسكشن في السباينال كورد. لو اتكلمنا على الام اس ليها بريدكشن لارياز ثانيه، برضو في حاجه ثانيه في الام ار اي هيقولها سمول سيجمنت ولا لونج سيجمنت افكشن، عشان لونج سيجمنت افكشن اكتر مع ترانسفيرس مايلايتس، يبقى انا بيهمني قوي الراديولوجي ريبورت والانهانسمنت بتاعي. يبقى ده ترانسفيرس مايلايتس لو سيندروم لوحده خالص مونوفوكال، يعني ان بيبقى فيه سنسوري موتور وسباينال ديسفانكشن في البلادر، غالبا بايلاترال لان احنا اتفقنا بياخد جزء كبير من السباينال كورد، والام ار اي هياكد لي الجادولينيوم انهانسمنت وهيقول لي الليفل بتاعي. نخلي بالنا بروجريشن تو اناديل ويزن 4 اورز مش هينفع انا اقول عليه دي مالينديتنج ديزيز، ما تدلعش لان انا ممكن يبقى كومبريسيف مايلوباسي، ده محتاج سيرجيكال انترفنشن. حد جاي يشتكي من بارابليجيا وسنسوري لوس وزين مينتس او وزين النهارده كان كويس وفجاه كان جالي طفل مره كان بيعزق وانا نايم كان بيعزق الغيط وفجاه حصل باراليسيس، ده حصل هيموريج جوه هيمانجيوما في سباينال كورد، تبقى اكيوت. برضو نخلي بالنا لو السيمتومز بقى فضلت مستمره الترانسفيرس مايلايتس مش هيفضل يحصل بروجريشن اكتر من 21 يوم، حصل كده يبقى ادور على تيومرز، ادور على اي حاجه ثانيه غير ان هو الترانسفيرس مايلايتس. في بقى لو لقيت اوبتيك نيورايتس ومعاه ترانسفيرس مايلايتس وام ار اي فايندينجز لونج سيجمنت والكلام ده، وعملنا بقى اللي هو الموضه الجديده بس هي مهمه جدا الاكوا بورين في السيرم والانتي موك، بقى بيتعمل روتين عندنا لاي حد جاي بيشتكي. دكتور عبد الستار اهو بنعمل فعلا دلوقتي هذا الكلام لان بيفرق معايا في الديوريشن اوف مانجمنت، احنا كله هندي بالس ستيرويد بس بعد كده هعمل تيبرنج وهفضل مع العيان قد ايه. في النيورومايلايتس اوبتيك انا بتكلم على مده طويله، هعمل فولو اب وهدي سبريسيف ثيرابي او هدخل في اللي بعده. لو بولي فوكال ومعاه انكفالوباسي اتفقنا ان هو بنفكر فيه اكيوت ديسيمينيتنج انكفالومايلايتس، وبرده في العيانين دول هو بيبقى وايت ماتر افكشن وجراي ماتر افكشن ممكن ليه منظر معين في الام ار اي. احنا اتفقنا طالما ديسترب كونشس اكسكلود الاهم الانفكشن وابتدي تريتمنت على ان هو لو انا ما عنديش، لان انا هضطر ادي ستيرويدز هنا بالس ستيرويدز، لو ما عنديش الافيلابيلتي نعمل لمبر بانكشر واكسكلود منينجايتس هدي تريتمنت المنينجايتس وادخل معايا البالس ستيرويدز لو انا شاكك ان هو دي مايلينيش. اوكي، يبقى مونوفيزيك ده الاكيوت ديسيمينيتد انكيفالومايلايتس، والمفروض ويذين 3 مانس العيان بيحصل ريكفري راديولوجيكالي وكلينيكالي، المفروض اني ما الاقيش نيو ليجنز ولا سيمتومز زياده. ام ار اي ويز كونتراست وده دي مالينيتنج ليجن هي لارج كونفلنت وبايلاترال وديسيمينيتد، بس مش يعني بتبقى نفس الستيج وخلال 3 شهور المفروض ان هي بتختفي. تريتمنت تقريبا كلنا بنبتدي بالس ستيرويدز، لو مش فيش نتيجه بنعمل بلازما فيريسز وبندي اي في اي جي وممكن ندي سكند لاين تريتمنت. لو العيان خلال 3 شهور وعملنا ام ار اي بعد ال 3 شهور المفروض ما يظهرش اي نيو ليجن خالص، وغالبا الليجنز حتى لو موجوده فهي الاولد ليجنز اللي موجوده، عشان لو ظهر حاجه جديده انا بدخلت في كاتيجوري تاني خالص ادور بقى على الام اس ادور على الريلابسنج ديزيزز اكتر. ده الفلو شارت بتاع المانجمنت. يبقى ادم ممكن يبقى مونوفيزيك وده الكومن اللي احنا بنتكلم عليه، بس اصبح عندنا مالتي فيزيك ان هو بعد 3 شهور يبتدي يظهر الايفنت، ممكن نفس السيمتومز ترجع تاني اللي اشتكى منها او ظهر حاجه جديده، بس المهم ان الراديولوجي عندي ليجنز جديده.
في ادم اون ان هو ابتدى بادم وبعد كده حصل اوبتيك نيورايتس وفي ممكن بعد كده يقلب مالتيبل سكليروزس بس ده راديولوجيكال فايندينج برضو. وقلنا في ادم نيورومالايتس اوبتيكا في حاجات كثيره قوي. في بقى كمان انتي مو جروب بالانكفلايتس بكله اميون موديوليشن. ثانك يو. بنشكر الاستاذه الدكتوره جمال.